الخبر الأول اللي عدنا عن جواني ونفس اللي سويناه بهذه الحلقة راح نسوي تحقيق يا جواني. فجواني فتح بحساب الانستغرام بث مباشر بث مال أسئلة وأجوبة، فخلينا نبدي بالسؤال الأول. جواني، شنو رأيك بنارين بيوتي؟ رأيك في نارين بيوتي؟ نارينو بنت مهضومة بريئة، بس قبل بظن قبل كانت أحلى بكثير وأقوى، يعني كانت عندها قبل الشغلات أقوى. حاليا أغلب بنات المشاهير صارت تلتهي بشيء اسمه ستايل، شيء اسمه مصاري مظاهر، هذا الشيء عم يرجعون لورا. بس هي بالنهايه بنت، يعني كل التوفيق لها وكل الاحترام، بتمنى ترجع مثل ما هي. فئه قديمه صراحه. اوكي، اكتبوا لنا بالكومنتات انتم شنو رايكم، اي الافضل، نارين بيوتي القديمه ام نارين بيوتي الحاليه؟ السؤال الثاني، شنو رايك بانس الشايب؟ ايش رايك بالشايب الغدار؟ جاي يعني طلع نزل جاي، ولد حب ياكله جاي، شو عامل له؟ قول لي انت الغدار، يعني انت شايفه غدار، شو ده وصفه مثلا؟ انت وصفته خلاص. الكلام شوي زاد 18، فاللي افتهمه واللي ما افتهمه احسن له. ننتقل للسؤال الثالث، هل بيسان اسماعيل اعتذرت منك ام لا؟ اعتذروا منك، بظن انه حطوا بوط في تمه وسكتوا لانه هن غلطوا بحق كثير. انتوا متاكدين انه هذا بث اسئله لو بث مال خصم؟ وهيك نكون خلصنا المقابلة ويا جواني وننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني اللي عدنا عن أصالة المالح ووصول حسابها الانستغرام لثلاثة مليون، فألف مبروك على هذا الرقم وفعلا تستحقه وعقبال الملايين. فلا تنسون يا حبايب باركولها الأصالة بالكومنتات. وبس والله انها وصلنا نهاية المقطع، اتمنى مقطع عجبكم. أدري المقطع قصير ولكن الخبر مال جواني شوية قوي. وبس لانها وصلنا للنهاية، مع السلامة.